اعرفكم على اشهر واهم مكان في تركيا موجود هذا الميديا يسمونه. اوكي مثل ما شايفين هيك الناس صايفين بالدور ريسك، الناس صايفين بالدور. تعالوا تفضلوا هون مشان فرجيكم على مكان هاي. طبعا هيدا الصبح بيفتح المساء بيخلص، ما بتصير عليه الدور. اشهر واحد هو. اليوم احنا قررنا نروح نصور لكم وبنقدم لكم الحلقة الرابعة. طبعا الشارع مثل ما شفتوا في البداية هلا ما بين منطقة بيشكتاش وأورتاكوي. حبيت اوضح لكم شوية مشان كيف توصلون منطقة أورتاكوي من اتجاه أقصراي، من اتجاه أقصراي او لالة او تاخذ لكم تاكسي او تجون مشي حتى غريب. يعني احنا مشينا هذا تقريبا 10 دقائق مثل ما شايفين هيك. طبعا الاتجاه هذا خاصة قصر يلدز، يسمونه قصر يلدز. قصر يلدز اللي هو ابتنى بعد قصر دولما بغتشة وبعد قصر توب كابي. الشارع هذا هو اللي بيودينا على منطقة أورتاكوي. يلا تفضلوا. اوكي مثل ما شايفين هلا حبيت بفرجيكم. طبعا الجسر هذا عملوه مشان قصر شراغان. قصر شراغان بيودي على قصر يلدز، على الاتجاه الثاني على قصر يلدز. هذا هو قصر يلدز. طبعا قصر شراغان بال 1856 بعد قصر دولما بغتشة البناء سلطان عبد العزيز. هذا هو سلطان عبد العزيز. بعد شويه بنروح نعطيكم نشرح لكم عليه شويه اكثر. حبيت بس اوصفكم يعني كيف كانت يهتمون في القصور الموجوده في الدوله العثمانيه. قصر شراغان وقصر يلدز مقابل بعض. اهلا وسهلا، يلا تفضلوا. سهلا فيكم من جديد. فذلك عيسى يتكلم. اليوم حبينا نقدم لكم في الحلقة الرابعة مكان خاص وأكيد كل حدا ما بيعرف المكان هذا، القصر الرابع على الدولة العثمانية. القصر الأول هو قصر توب كابي، القصر الثاني هو قصر دولما بغتشة، والقصر الثالث شراغان، والقصر الرابع هذا هو على السلطان عبد الحميد الثاني. طبعا القصر هذا الدولة العثمانية خاصة قصر دولما بغتشة وقصر شراغان قريبين للبحر، وكانت الهجمات والمواصلات جدا كثير سهلة، وكانوا بيزعجون السلطان. لهيك سلطان عبد الحميد الثاني، سلطان عبد الحميد الثاني بعد ما شاف المشاكل أبوه سلطان عبد المجيد وعمه سلطان عبد العزيز رحل القصر والإدارة هون، وقام بيسكن 33 سنة سكن في المكان هيدا. قصر يلدز يسمونه يلدز. بنفرجيكم، أنا قلت لكم وعدتكم من كل حلقة بنقدم لكم كم كلمة تركية. يلدز النجم، النجم. سراي القصر، يعني قصر النجم. ليش؟ إنه هو مش قصر واحد، قصور صغيرة متوزعة في الحديقة هذه. بعد شوي إن شاء الله راح بنقدم لكم الأماكن الخاصة. المكان هيدا بال 1789 على عهد سلطان سليم الثالث اللي هو بنوه مشان أمه مهري شاه بعد سلطان سليم الثالث، خاصة سلطان عبد الحميد الثاني. سلطان عبد الحميد الثاني سكن في القصر هيدا. يلا مشان بنفرجيكم على الأماكن الخاصة. أهلا وسهلا تفضلوا. أوكي طبعا حبيت بفرجيكم وذكركم على الدخول تبعه، وتتجهون من اتجاه بيشكتاش على اتجاه أورتاكوي على ايدكم اليسار. في ايدكم اليسار مدخلوا الباب اللي مبين علينا هيدا بحد مركز الشرطي. من حد مركز الشرطي تدخلون جوا، يعطيكم اللوحة مكتوب عليها يلدز سراية. يلدز سراية تدخلون جوا وتمشون المشي هيدي الحلوة، الطبيعة الخلابة والأخضر والطبيعة والحياة الممتعة، وبتعيشون اللحظات بالمكان هيدا. يلا تفضلوا.
اوكي، في الطبيعه هذه مثل ما قلنا لكم داخل القصر في الخزانات الميه، هيدا واحد من الخزانات يسمونه صهريج تحت الارض، يعني كل مكان ان المكان هذا الحديقه جدا كثير كثير كبيره، اكبر قصر عثماني حاليا مع الحديقه والطبيعه. اوكي ايوه، اهلا وسهلا فيكم من جديد، وذلك عيسى يتكلم. طبعا اجينا لخاصة الغلب القصر دخول الحديقة، هيدا هو مثل ما بتشوفون، يعني هذا بيوزع القصر الحديقة كاملة تقريبا 700,000 متر مربع، 700,000 متر مربع حديقة خضار وطبيعة، ومتوجه يعني حاكمة على مضيق البوسفور. شوفوا على قصر تلة العرايس، هيدا جامع تلة العرايس المقدم شايفين، والجسر من هون بيبين، خاصة لطلعنا شوي فوق لسه بتشوفون مضيق البوسفور أوضح. هلا نندار على الاتجاه هيدا، الاتجاه هيدا مشان بنعطيكم اتجاهات، يعني بالاتجاه هيدا قصر الخيمة، بالاتجاه الثاني هيدا هيك سيعطيكم يسمونه قصر مالطا، بالاتجاه الثاني كمان قصر يلدز، يعني قصر يلدز هو الرأس القصر العام الكبير هيدا هو. ومثل ما بتشوفون يعني الاستمتاع والخضار والطبيعة هون فل، وننصح كل السواح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية، وقت بتجون تعالوا على قصر يلدز وعيشوا الحياة واستمتعوا، وأهلا وسهلا فيكم. يلا تفضلوا تنمشي. اوكي اهلا وسهلا فيكم من جديد، فضلك عيسى يتكلم. وصلنا طبعا هلا جوات القصر، قصر يلدز، حديقة يلدز، يعني احنا وقت بنقول لكم قصر يلدز اسمه العام كاملة اسم المكان هيدا بيسمونه حديقة يلدز او قصور يلدز. يلدز خاصة على عهد سلطان عبد العزيز سموا المكان هيدا على اسم زوجته، هي اسمها يلدز، يعني في داخل الحديقة موزعة في عدة القصور الموجودة هون، يا قصر الخيمة، قصر مالطا، قصر يلدز، قصر الشعب، قصر الحريم، يعني تقريبا هون في السبع قصور موجودة في المكان هيدا. قصر مالطا هيدا هو الورانا، قصر مالطا لا بتشوفون هلا قبل المشكلة الكورونا فيروس كان ما بتلقون مكان تدخلون جوا، هاي كلها مطاعم، يعني هو قص خاصة بيسمونه مطعم مالطا كمان، هذا المصور بيدير هيك على المكان هيدا هو المطعم تبعه شايفينه. طبعا مثل ما عم نشرح لكم القصر هيدا اللي ابتنت حديقة يلدز بال 1789 على عهد سليم الثالث، قلنا لكم بناها مشان أمه محرمات، يعني بال 1848 الدولة العثمانية قامت بدت فيها المشاكل، سلطان عبد المجيد، سلطان عبد العزيز خاصة قاموا بيهربون بيطلعون من القصور الموجودة، قصر دولمة بختشة وقصر تشراغان. سلطان عبد العزيز بال 1871 بنى المكان هيدا خاصة مشان الصيفية تصيف، يعني المكان هيدا والمكان هيدا بعت على أحد دولة تركية، هلا كله مطاعم جدا كتير كتير خاصة مثل ما بتشوفون، يعني داخل الطبيعة والخلابة هيدي بتشوفون الأماكن الخاصة، الخضار والطبيعة. وكل سايح بنصحه بيجي على قصر يلدز على الأماكن هيدي، إن شاء الله بس بنخلص من الكورونا فيروس هذه ننتظركم على الأماكن الخاصة. يلا تفضلوا. أوكي مثل ما شرحنا لكم هيدا نفس الوقت حاليا هو مطعم، بس هلا قلنا لكم مسكرت كل المطاعم التركية. اهلا فيكم من جديد، فذلك عيسى يتكلم. اليوم في الحلقه الرابعه، اخر مره عيسى يتكلم، خلصنا الحلقه الرابعه. طبعا خاصه حبيت بفرجيكم في المكان هيدا في النهايه الحلقه هيدي، ان احنا اليوم كنا مقررين اليوم مشان بفرجيكم
وبشرح لكم على منطقة أورتاكوي. فقط اليوم أورتاكوي وكل اسطنبول كل تركيا لسبب الكورونا فيروس الأماكن كلها مسكرة. بس حبيت إني بفرجيكم على المكان الجاي الحلقة الخامسة إن شاء الله راح نبدأ في المكان هذا في منطقة أورتاكوي. شكرا لكم لمتابعاتكم ومشاركاتكم ولايكاتكم، وأهلا وسهلا فيكم، وخليكم على المتابعات والمشاركات واللايكات على طول، وإن شاء الله راح نقدم لكم كل يوم حلقة أقوى من التالية. اليوم إن شاء الله استمتعتوا، شرحنا لكم على مكان مختلف ولا من دول العرب والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشعب الواصين، وهذا هو المكان قصر يلدز. قصر يلدز مثل ما شرحنا لكم عليه هو بحضان الطبيعة الخلابية جنن. لهذا السبب حبيت اليوم شوية ببدل الاستمتاع، يعني قدمت لكم هو المكان هيدا قصر يلدز ومنطقة بيشكتاش. النهاية اليوم إن شاء الله خلصنا بمنطقة أورتاكوي مثل ما بتشوفونه بالأفلام والمسلسلات، وأهم مكان طبعا هو منطقة أورتاكوي. خليكم متابعين وشكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. ننتظر المتابعات واللايكات، والسلام عليكم وشكرا لكم.